وجهي وقلت الله من قدي هالوجه هذا جميل ورائع وممتع ويا ليت اقدر ابوس بشفتي خدي واعرف وش اللي يخلي الناس تستمتع الناس تستمتع طيب لين وقت الطيارة يعني باقي عليها شوية. خلينا نتكلم عن إقليم ترانسلفانيا. يضم الإقليم 9 محافظات. براشوف شفنا معاكم البيوليا سيبيو وكلوج. أيضا ترانسلفانيا تعتبر موطن الشخصية الخيالية دراكولا. على طاري دراكولا باكر بتكون لنا رحلة إن شاء الله هناك. تاريخيا في عام 1541 كانت تعتبر يعني دولة مستقلة عن الإمبراطورية العثمانية ومعترف فيها، لكن في أواخر القرن السابع عشر يعني دخلت تحت الإمبراطورية النمساوية. هذا السبب خلى العثمانيين يحتلونها. وفي أوائل القرن العشرين دخلت ضمن يعني الدولة الرومانية. أيضا هناك في بعض الأصوات تنادي باستقلال هذا الإقليم. من وجهة نظري يعني أنا استمتعت في هذا الإقليم بشكل كبير، وكنت أتمنى لو كنت قاعد أكثر أو مدة أطول في هذا المكان. وعموما رومانيا يعني تستحق أكثر من أسبوع، يعني دولة مليئة بالآثار مليئة بالأماكن السياحية. وإن شاء الله مع نهاية السفرة بسوي لكم يعني موجز لهذه الرحلة، وأيضا خطة ممكن تفيدكم إذا فكرتوا تون هالمكان. جهاز داخل ناخذ منه تيكت حق التاكسي، يعطينا اسم الشركة ورقم السيارة وكل شيء، وبتين السيارة في 5 دقائق تقريبا. وهني بتتريع على حسب الشركة اللي اخترت انت. عند كل باركينج في علامة للشركة الخاصة. وبس نركب التاكسي وان شاء الله يوصلنا. انا لان اضطريت اني اسوي شيء لان الجماعة حاجزي لي سيارة في وقت غلط. كاس المطار في أكثر من كاتيجوري لهم، يعني في حد يمشي في الكيلو 3 دراهم، في حد درهم ونص، يعني على حسب ما أنتوا تختارون. أنا أقول 3 دراهم لأن عملتهم almost نفس عملتنا، اللي الواحد الدرهم يعني تقريبا نفس الشيء. عشان تكونون في الصورة أنا حج.